السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم مستر حسام الصياد من قناة فلاش التعليمية افهم وتعلم ببساطة. ازيكم يا اصحابي؟ النهاردة ان شاء الله بنكمل مع بعض شرح منهج ديسكوفر اكتشف KG2 الترم الثاني، ولسه بنكمل مع بعض شرح شابتر 3 او الفصل الثالث تو ماركت او الى السوق، وده طبعا في المحور الثالث How the world works أو كيف يعمل العالم. وزي ما احنا متعودين يكون معانا الكتاب وقلم، ولو مش معانا الكتاب يكون معانا كشكول نكتب فيه ونذاكر منه. ويلا نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. وكنا انهينا المرة اللي فاتت شرح page 43 أو صفحة 43، ولسه بنكمل مع بعض شرح page 44 أو صفحة 44 وعنوانها My shopping list يعني قائمة الحاجات اللي انا هتسوقها. shopping يعني التسوق، وlist يعني قائمة. my shopping list يعني قائمة التسوق الخاصة بي. وطبعا هنا بيقول لنا draw ارسم 4 things اربع اشياء you will buy انت سوف تشتري at the market في السوق. draw ارسم 2 needs يعني حاجتين من الاحتياجات and two wants يعني رغبتين من الرغبات. وزي ما احنا عارفين يا اصحابي في فرق كبير بين الاحتياجات او needs، ودي بتمثل الاحتياجات الاساسية اللي من غيرها حياتنا ما ينفعش تكمل وبتتأثر بشكل كبير، وبين wants او الرغبات الحاجات اللي احنا ممكن نكون عايزينها وبنرغب فيها، بس لو ما حصلناش عليها حياتنا ما بتتأثرش وبتمشي بشكل عادي. فبالنسبة للتو نيدز اللي احنا ممكن نرسمهم هنا، ممكن نرسم اول حاجة الفود او الطعام الجميل، وممكن كمان نرسم الووتر او المياه اللي احنا لازم نشربها علشان نقدر نعيش. وبالنسبة للوونتس او الرغبات ممكن نرسم ايه يا اصحابي؟ لولي بوب مصاصة مثلا، او حلوة من نوع من انواع الحلوة او الكاندي. ممكن كمان نرسم ايه يا اصحابي؟ تيدي بير او دبدوب لعبة او اي نوع من انواع اللعب اللي احنا نفسنا نحصل عليها وبنرغب فيها. فيبقى هنرسم زي ما احنا شايفين قدامنا التو نيدز، الفود او الطعام اللي احنا بنقدرش نستغنى عنه علشان حياتنا تستمر، والووتر او المياه اللي احنا لازم نشربها علشان نعيش. وبالنسبة للوونتس او الرغبات ممكن نرسم لولي بوب او كاندي، وممكن كمان نرسم توي او تيدي بير علشان خاطر دي وونتس من الحاجات اللي احنا ممكن نكون عايزينها بس لو ما حصلناش عليها حياتنا بتمشي بشكل عادي. اوكي، نكون انهينا البيج دي ونتنقل للبيج اللي بعد كده، خليكم معايا ونوصل لبيج 45 او صفحة 45 وعنوانها going shopping يعني الذهاب الى التسوق. going shopping يعني الذهاب الى التسوق. وبيقول لنا هنا يا اصحابي circle يعني ضع دائرة حول the item العنصر with the lower price يعني صاحب السعر الاقل اللي هو سعره اقل يعني how much less is it يعني هو بيقل عن العنصر الثاني بقد ايه. فاحنا عايزين هنا نحدد العنصر اللي سعره اقل او lower price ونعمل حواليه سيركل، ونكتب كمان على اللاين الموجود جنب الصور دي كام الفرق بينه وبين المنتج التاني اللي سعره اعلى منه. فهنا في اول صورة يا اصحابي عندنا في stripped يعني مقلم يعني مخطط يعني هدوم عليها خطوط، دي بنسميها stripped او مقلم او مخطط. وعندنا blue يعني ازرق. الستريبد تمنه 7 pound او البرايس بتاعه 7 pound او 7 جنيه، والبلو سعره 10 pounds او البرايس بتاعه 10 pounds. فانهي فيهم
اللي هو with the lower price أو صاحب السعر الأقل. الستريبد ولا البلو؟ stripped. الستريبد شاطرين، اللي هو التيشيرت المقلم ده، فنعمل حواليه سيركل زي ما احنا شايفين قدامنا. وعايزين نعرف يا أصحابي إيه هو أقل من البلو بقد إيه، فعايزين نعرف هو أقل منه بقد إيه. فهل يا ترى حد يقدر يقول لي هو أقل منه بقد إيه؟ 3. شاطرين، 3 pounds أو 3. فنكتب هنا على اللاين ده 3 علشان هو أقل منه ب 3 جنيه. طب تاني 2 items أو تاني عنصرين عندنا هنا الكايت دي أو الطيارة الورقية دي، واحدة ريد واحدة بيربل. الريد أو الحمراء البرايس بتاعها 2 pounds أو 2 جنيه، سعرها 2 جنيه. أما البيربل، البيربل أو البنفسجي البرايس بتاعها 3 pounds أو التمن بتاعها 3 جنيه. حد يقدر يقول لي الريد ولا البيربل هي الايتم ال with the lower price أو صاحب السعر الأقل؟ الريد. الريد شاطرين، الريد لأن هي سعرها 2 pounds لكن البيربل 3. فهنعمل سيركل حوالين الريد زي ما احنا شايفين قدامنا. طب حد يقدر يقول لي how much less is it او سعرها اقل بقد ايه؟ 1. شاطرين، 1 او 1 pound. فهنكتب هنا على اللاين ده 1 لان هي الفرق بينها وبين البيربل واحد بس او 1 جنيه. طب تالت 2 items او تالت عنصرين هما الووتر ميلونز دي او البطختين دول، واحدة سمول او صغيرة واحدة لارج او كبيرة. السمول بوان باوند او بواحد جنيه واللارج بثري باوند او بتلاتة جنيه. حد يقدر يقول لي the item with the lower price انهي فيهم او العنصر صاحب السعر الاقل انهي واحد فيهم؟ سمول. شاطرين، سمول يعني اللي هو البطيخة الصغيرة، فهنعمل حواليها سيركل زي ما احنا شايفين قدامنا. طب حد يقدر يقول لي how much less is it او الفرق بينها وبين الاغلى منها قد ايه بالظبط؟ 2. شاطرين، 2 او 2 pounds لان هي ب 1 pound اما التانية ب 3 فالفرق بينهم 2 زي ما احنا عارفين. فهنكتب هنا 2 على اللاين ده. وبكده نكون انهينا البيج دي ونتنقل للبيج اللي بعد كده، خليكم معايا. وقبل ما اشرح الجزء ده احب اشكر اصحابي اللي عرفت عن طريق التعليقات ان هم متابعين معانا وشاطرين وحافظين، والاسماء هي عبد الرحمن، عبد الله، ادم حافظ، عمر الكناني، محمد حسين، وانا بحبك قوي يا محمد يا حسين، يوسف جمال، وسما ايمن، وسيف حازم، شاطر يا سيف، وحمزه محمد، وروزي، وفهد، كلكم شاطرين وكلكم حلوين، وان شاء الله تبقوا انجح الناس دايما. ونرجع مع بعض لبيج 46 او صفحه 46 وعنوانها using a budget يعني نستخدم البادجت اللي هي الموازنه او الميزانية، ان احنا نبقى عاملين لنفسنا مبلغ معين من الفلوس نصرفه ونشتري بيه الحاجات اللي احنا عايزينها. دي اسمها موازنة او ميزانية، ان احنا نحدد احنا نقدر نصرف ايه علشان خاطر نقدر نتصرف ونعمل ونجيب الحاجات اللي هي على قد امكانياتنا. ويوزنج طبعا يعني استخدام، فيوزنج ابادجت يعني استخدام موازنة او استخدام ميزانية. وهنا part 1 part يعني الجزء 1 الاول، الجزء الاول من الدرس ده بتاع الاستخدام بتاع الميزانية. فانا اصحابي بيقول لنا look انظر، look at انظر على، the pictures الصور، look at the price for each انظر على السعر الخاص بكل صورة، what can you buy for 10 pounds تقدر تشتري ايه بعشرة جنيهات. فاحنا هنبص على الصور بتاعت الصفحة هنا او البيكيتشرز، وهنبص كمان او هنعمل لوك ات على البرايس تاجز او الورق بتاع الاسعار بتاع كل ايتم من الايتمز دي. وبعدين هنفكر كده
لو احنا معانا 10 pounds او 10 جنيهات نقدر نشتري بيها ايه من الـ items دي او من العناصر دي. فعندنا هنا يا اصحابي في crayons او اقلام تلوين و paint paint او الوان مية و one pencil او قلم رصاص واحد، وفي كمان pencil books او مقلمة، وفي clay او صلصال، وفي colorful paper او ورق ملون، وفي glue يعني صمغ، وفي eraser يعني ممحاة او استيكة. دول ال 8 items او الثمان عناصر اللي موجودين عندنا. الكريونز تمنها او البرايس بتاعها 2 pounds، والبينت تمنها 3 pounds، والون بنسل البرايس بتاعه 1 pound، والبنسل بوكس او البرايس بتاعها 9 pounds، والكلي البرايس بتاعه 6 pounds، والكالرفول بيبر البرايس بتاعه 5 pounds، والجلو البرايس بتاعها 3 pounds، والاريزر البرايس بتاعها 2 pounds. فانا لو معايا 10 pounds اقدر اشتري ايه يا اصحابي؟ حد يقدر يقول لي؟ البنسل والبنسل بوكس. شاطرين، البنسل والبنسل بوكس دول اول حاجة ممكن اشتريها، ولو جمعناهم على بعض هيكونوا لنا 10 pounds او 10 جنيه. البنسل بوكس ب 9 pounds والبنسل ب 1 pound، يبقى الاثنين مع بعض ب 10 pounds او 10 جنيهات. ممكن كمان نشتري ايه يا اصحابي؟ الوان المية والورق الملون والكريونز. شاطرين، الكريونز او اقلام التلوين، والبينت البينت او الوان المية، والكالرفول بيبر الكالرفول بيبر او الاوراق الملونة او الورق الملون. فلو جمعنا الكريونز 2 pounds والبينت او الوان او الوان المية 3 pounds، يبقى الاثنين مع بعض تمنهم 5 pounds. طب والcolorful paper بتمنه كام؟ تمنه 5 pounds هو كمان. فلو جمعنا 5 + 5 هنلاقيهم 10 pounds. طب ممكن كمان نشتري ايه يا اصحابي؟ الكلاي والجلو والبنسل. شاطرين، الكلاي اللي هو الصلصال، والجلو اللي هو الصمغ، والبنسل او اللي هو القلم الرصاص. فلو جمعنا الكلاي اللي هو البرايس بتاعه 6 pounds بلس الجلو اللي السعر بتاعه او البرايس بتاعه 3 pounds هنلاقيهم 9 pounds. ال 9 pounds دول لو جمعناهم على البرايس بتاع البنسل او القلم الرصاص هنلاقيهم 10 pounds. فانت ممكن تشتري حاجات ملهاش عدد من الليستة دي او من الليستة دي بال 10 pounds، كل مجموعة من الحاجات اللي هتشتريها غير المجموعة التانية. وبكده احنا قدرنا نفكر ونحدد بعض الحاجات اللي احنا نقدر نشتريها ب 10 pounds. وبكده نكون انهينا شرح درس النهاردة. لو اعجبك الدرس اعمل لايك، والاهم انك تشارك الدرس ده مع اصحابك على مواقع التواصل الاجتماعي والواتساب. وخليك متأكد دايما ان في حد غيرك محتاج المعلومة بجد، وهتفرق معاه كتير، وانت مش هتخسر حاجة بس غيرك هيستفيد. وفي الختام استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.